السلام عليكم خوت، صافا كلشي مزيان؟ معكم خوكم امين، فيديو جديد، تكنيك توزداي، تكنيك جديد، تكنيك ديال نهار الثلاث. كما عودتكم انا كل نهار الثلاث كندير لكم فيديو جديد ولا كومبينيشن جديده على تكنيك مع الساك. اليوم غنعطيكم واحد كومبينيشن اللي غتساعدكم على اكسبلوجن، على 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 القوه الضربه، وغتساعدكم حتى في السرعه. خليك معايا مورا الانترو غنشرح لك كلشي. كما قلت لكم كل نهار ثلاث كندير لكم كومبينيشن جديده ولا تكنيك جديد اللي تخدم مع الساك. التكنيك ديال هذه السيمانه هذه ولا ديال هذا اليوم الثلاثاء غادي نركزوا على الخدمه ديال الباور، كيفاش تزيد في القوه الضربه ديالك وكيفاش تزيد في السرعه ديالها. عندنا غادي نقسموا الخدمه، كل جوله فيها دقيقه المقانه 30 ثانيه الراحه، ولكن الراحه ماشي الراحه اللي كتعرف. 30 ثانيه ما غتضربش من الباك، ولكن غدير شي حاجه اخرى. 30 ثانيه غتخدم التراكسيون، يعني غتخدم دقيقه مع الساك 30 ثانيه مع التراكسيون، دقيقه مع الساك 30 ثانيه مع التراكسيون، دقيقه مع الساك 30 ثانيه مع التراكسيون، واللي هي بوش ابس. نعطيكم شنو غنخدموا. اول دقيقه المقاله غنخدموا فيها جاب كروس. توقف على صباع رجليك، رجليك ماشي مشكل الا كانوا في خط واحد، ماشي مشكل، ماشي ضروري خصك تكون في الفايت ستانس، يعني في طريقه الكومبا ديالك تكون هنا وتضرب. لا ركزوا معايا البال، لا رديتوا معايا البال، يدي كيمشيو قدام وجهي ولا قدام نيفي، ما كنضربش بيدي لتحت، ماشي هنا، لا كنضرب هنا. دقيقة المكانة الخدمة ما تحبش، ما تنفش كي تنقول دقيقة الخدمة، 30 ثانية الراحة غتهبط هنا وغدير تراكسيون. 30 ثانية غطلع، دقيقة أخرى عاوتاني، ولكن دابا غنخدموا الكروشي ولا لي هوكس. غتجيب كتافك تلصقو مع الباب وغتضرب لي هوكس الباري جينا. شي كل ضربه فيما كنضرب بشي كروشي كندور لي هونش ديالي ولا كندور الهبس ديالي. تاكد انك تضرب ليمن ليسر، ليمن ليسر، غير الباري. تسالي دقيقه تهبط عاوتاني بوش ابس 30 ثانيه، تفوت بوش اب 30 ثانيه. دابا غادي نديرو كلشي، غتخدم الباري ديالك كامله، القوه ولا الطاقه، يعني كاع الكومبينيشن اللي غادي تلوح غتلوحهم قاصحين لمده دقيقه. سوغاتي سوغ غتميكسي راب دقيقه الاخرى، غتميكسي راب الكومبينيشن دقيقه، غتسالي هاد الجوله كامله، غترتاح لك 30 ثانيه هاد المره، راه 30 ثانيه الراحه، وتنوض تخدم في الباب، في الباب نفس العمليه ثلاثه المرات، ثلاثه الجولات. سو يعني دقيقة 30 ثانية تراكسيون، دقيقة 30 ثانية تراكسيون، دقيقة 30 ثانية تراكسيون، وترتاح. هذه كاملة جولة واحدة، وتعاود نفس العملية ثلاثة الجولات. بالطريقة هذه مع نهاية الجولة الثالثة غتلقاي الكتاف ديالك تسخسخو، الكتاف ديالك دقدقو. لا خدمتي هذه الخدمة مرات عديدة في لاصال ديالك، في لاصال ولا ولا لا عندك ساك في الدار، غتحس بفرق كبير في اليدين ديالك، وغتزاد سرعة في الدقة ديالك والضربة ديالك بيديك. صافي، هذا كان الخوت، هو تكنيك توزداي ولا الكومبينيشن ديالنا ديال النهار ثلاث. نشوفكم ثلاث جداد، ثلاث جاي، تكنيك جديد، كومبينيشن جديدة مع خوكم أمين. السلام عليكم.